بص يا استاذ احمد، انا انا بدوم مش ست متضايق، صوتك ليه حق ولا تحكي. ماليش حق؟ ما انا بقول اهو، انا لسه ما كملتش كلامي. انا بدوم ست صوتك، ويا ما قلت ان احنا لازم كل مسؤول يتحمل تبعية مسؤولياته، ولازم يكون قدوة قدام، اذا كان رئيس نادي او مدير كورة او مدرب او حكم او اي مسؤول، لازم يتحمل نتيجة مسؤولياته. يعني لان في النهاية هو قدوة، قدوة لعدد كبير ليس قليل من اذا كان لاعبين بشتى اختلافهم، كرة قدم، سلة، طايرة. الحقيقة بنسمع حاجات صعبة جدا من قبل بداية الموسم يا استاذ احمد، من قبل بداية الموسم في صراعات ما بين ناس كبيرة، وبيصدروا الصراعات دي للجماهير. انا حذرت كتير وبحذر، مش عاوزين دفاع جوي تاني ولا عاوزين نعم. الو كابتن عصام، كابتن عصام فين؟ كلم كابتن عصام تاني، كابتن عصام عبد الفتاح مرة تانية، لان بقول لحضراتكم احنا النهاردة قدام امر لازم يخلص، لازم يخلص. عايزين هدوء، استقرار، استقرار. بلد مش متحملة. شوفوا لي الكابتن عصام عبد الفتاح لو سمحتوا بسرعة. كابتن عصام عبد الفتاح بسرعة. فقعدوا النهاردة، هنقعد عشان نشوف الماتشات مين قبله، ولا فارق، ولا فارق. أنا كنت عايز الاجتماع ده نسمع رؤساء الأندية. اتفضل يا كابتن عصام، معلش احنا آسفين. فأنا بقول إن احنا داخلين على معترك كبير جدا، هو تنظيم كأس الأمم. عاوزين مصر تظهر بصورتها الكبيرة قدام العالم كله، مش أفريقيا بس، ودي بطولة كبيرة لازم كلنا نتضافر ونتعاون من أجل إخراجها بالشكل اللائق باسم مصر. نعم. أتفق معاك إن في حاجات بتحصل بعيدة تماما عن الرياضة، وبعيدة تماما عن النبل وأخلاقيات الرياضة. لازم الحاجات دي تنتهي، ولازم يبقى في تدخلات على أعلى مستوى، لأن في حاجات كتيرة بتحصل صعبة جدا يا أستاذ أحمد، وبالحقيقة بتخلي بيحطوا الجماهير كوقود. مش عاوزين نرجع تاني للورا وتحصل عندنا مشاكل أخرى. يا كابتن عصام، ده اللي أنا خايف منه، مش من حاجة تانية. وأنا معاك 100%، إن الناس لازم تحس زي ما حضرتك بتقول بمصلحة البلد. يعني لازم نحس ان عاوزين نبني مصر بشكل رائع. الرئيس السيسي الحقيقه بيعمل مجهود خرافي عشان هذه البلد. ليه احنا نصغر نفسنا قدام الناس؟ ليه تبقى شكلنا بهذا الشكل؟ لا لا لا، يعني في حاجات لازم نقف عندها، ولازم الحقيقه، لان احنا فعلا زي ما حضرتك بتقول عندنا تنظيم لبطوله كبيره جدا، لازم نظهر بشكل حضاري، ومصر تظهر بقيمتها الكبرى في كل البلاد في هذا المعترك، ولازم نشتغل بشكل في احترافيه واحترام للاخر. طيب دلوقتي النهارده وصلتوا لايه؟ اتفقتوا على ايه؟ يعني النهارده الانديه وافقت على استخدام تقنيه الفار، وكان في اقتراح ان الانديه تتكفل بنص هذه التكاليف. بعض الانديه رفضت، اتحاد الكوره ان شاء الله مع الشركه الراعيه هنبدا، ويمكن جات النهارده شركة برتغالية اللي هي ميديا برو، وقعدت مع المهندس هاني، واتفقنا ان هي تقدم عروض مالية ان شاء الله في خلال 3 ايام. وهنبدأ ناخد خطوات جادة ان شاء الله في تنفيذ هذه التقنية. يعني هي كانت قاعدة ودية مع الاندية، من خلال ان في البعض كان بيشتكي من المباريات، وفي بعض كان بيقول لسه في مباريات من الدور الاول لسه ما اتلعبتش. لكن فعلا قبل بداية الموسم الاستاذ عامر حسين رئيس المسابقات قعد مع الناس وقال لهم عندنا جدول صعب جدا، عندنا اكثر من نادي يا استاذ احمد بيشارك في اكثر من البطوله، بطوله افريقيا وبطوله الكونفدراليه وبطوله العرب. والحقيقه ده كان لازم ينظم من العام القادم، ما فيش نادي يشترك في اكثر من مسابقه. صعب جدا انك تشترك في مسابقتين او ثلاثه، وهنا الدوري هيبقى فيه خلل، وفعلا السنه دي فيه خلل، وكمان جه كمان تنظيم كاس الامم وهنقعد كمان شهر، فالامور هتبقى صعبه. فلازم تنظيم افضل ان شاء الله من خلال العام القادم، وان الانديه حسب الاتفاق المسبق معاهم قبل بدايه الموسم ان هي هتستحمل بعض الصعوبات وبعض التاجيلات اللي تم مناقشتها النهارده في الاجتماع. طيب الفار هتبدا من امتى؟ او هتبدا في كل الملاعب، ولا لسه هنختار هتبقى فين؟ هو الفار يا استاذ احمد مش هنقدر نستخدمه بالتقنيه اللي هي تبقى مركزيه، ان هي تبقى في مكان واحد ونذيع المباريات منه. لا، احنا هيبقى اتفقنا مع الشركه ان هتكون
عربيات، هنشتري مثلا 3 أنظمة للفار، ممكن يعملوا 3 مباريات في اليوم. سهل ان احنا نقسم مباريات الدوري على 3 ايام، كل ماتش كل يوم في 3 ماتشات. العرب غرفة الفار هتبقى داخل العربيات زي عربيات فان، وتتوزع على الملاعب. مثلا في ماتش في اسكندرية النهاردة، او ماتش في طنطا، او ماتش في بورسعيد، يبقى 3 عربيات جاهزين لإذاعة هذه المباريات. لكن باقي بس التدريب على التقنيه والموافقه النهائيه من الفيفا والاي فاب اللي هو المجلس الدولي التشريعي المسؤول عن التقنيه، وان شاء الله ربنا يسهل فيه. احنا بنتكلم بدايتها ممكن نبدا تطبيقها امتى؟ بعد بطوله الامم ولا قبل؟ لا قبل بطوله الامم مستحيل. في لان البروتوكول اللي حاطينه لهذه التقنيه لازم انه يتم بشكل رسمي، وكمان ب ملاحظه ومن يعني ان الفيفا هيجي يراقب كمان، يبقى في مراقبه. انت ليك 3 مراحل لازم تبتدي الـ3 مراحل بنجاح عشان تقدر تروح المرحله الثانيه. في المرحله النظريه، ثم مرحله اوف لاين، ثم المرحله النهائيه الاونلاين. كل ده بتاخد عليه موافقات، لكن ان شاء الله مع وجود الاجهزه، هي الاساس يا استاذ احمد. مع وجود الاجهزه ممكن الامور دي تبقى سهله باذن الله. فانتوا كاتحاد هتتحملوا ولا كل الانديه ولا بعض الانديه هتتحمل؟ لا خلاص خلاص، الاتحاد كده اللي هيتحمل. الاتحاد هو اللي هيتحمل التكلفه. رصدين مبلغ رصدتوا المبلغ وحددتوه ولا لسه الشركه هتقول لكم العرض اللي عندها؟ الشركه بعد 3 ايام هتقول لنا ان شاء الله، ونبدا ان شاء الله في اجراءات التعاقد باذن الله. طيب دلوقتي هتعيدوا النظر في جدول الدوري المفروض طبقا للقرار النهارده؟ هيقعد الاستاذ عامر حسين مع لجنه المسابقات، وهيبداوا يعيدوا النظر في بعض المباريات حسب المتاح في التوقيتات الموجوده. طيب ان شاء الله الامور. هل اجتماع النهارده رسمي ولا ودي؟ لا هو اجتماع ودي. اجتماع تنسيقي لكن مش اجتماع رسمي. مش رسمي؟ لا اجتماع ودي. اصل النادي الاهلي قال لك انه المفترض ده اجتماع رسمي طبقا للجواب اللي راح للانديه. بس هو الاجتماع ودي، احنا بنناقش مشاكل البعض بيشتكي منها، بعض الانديه بتشتكي منها. وعلى فكره يمكن كان الاغلبيه العظمى من الانديه اللي هي مش الكبيره، يعني خلينا نتكلم بامانه، الاهلي والزمالك وبيراميدز الانديه اللي بتنافس، قالت لا، قالت احنا لازم ان الامور تبقى في، احنا كمان من الجدول، وعندهم حق بصراحه. يعني هي القصه مش فقط للانديه الكبيره، لا احنا كنا بنناقش المشاكل اللي حصلت لكل الانديه وليس لانديه بعينها. مثلا خلينا نتكلم بامانه زي الاهلي والزمالك وبيراميدز، لا كنا بنناقش، وبدليل ان كل الانديه حضرت وكله اتكلم على ايه الضرر. حتى يمكن اتكلم رئيس نادي نجوم المستقبل الاستاذ محمد الطويله وقال يا جماعه احنا اتفقنا وقعدنا قبل بدايه الموسم وكنا عارفين ان الموسم صعب، وشرح لنا كل التفاصيل على ان الموسم هيبقى صعب وهيبقى كمان ممكن يمتد بعد كاس الامم. فاذا ليه احنا بنعترض دلوقتي؟ هو الاعتراض يا استاذ احمد خلينا نكون واقعيين، من الكبار. كل واحد بس في الثاني. يعني مثلا هقول لحضرتك حاجه، امس كان في مباراه ما بين الاهلي وانبي، وقامت القيامه. انا طلعت قلت لهم احنا هنبعت الحاله دي للاتحاد الدولي ونشوف الاتحاد الدولي يقول رايه ايه. النهارده جالنا، احنا بعتناها لـ3 جهات، الاتحاد الدولي وللكاف وبعض المحاضرين في قاره اسيا. كويس. الجميع اثنوا على قرار المساعد ان اللعبه تسلل. اذا عندنا حاجات بتوتر الامور يا استاذ احمد، وعندنا كل نادي بيبص للنادي الثاني اللي اتحسب له فاول، اتحسب له اوت، اتحسب له. مركزين مع بعض. مركزين بشكل، وهي دي يا استاذ احمد اللي موتره العلاقه ما بين الجماهير للانديه الكبيره. نعم. القصه بقت دلوقتي صراحه، يا ريت تشوف على السوشيال ميديا ايه اللي بيحصل. بشوفه بتابع، ما انا ده اللي مزعلني بصراحه، ده اللي مضايقني. صعبه جدا، واحنا داخلين على، بقول لحضرتك، معترك كبير، لازم كلنا نبقى ايد واحده ولازم نستحمل الفتره دي من اجل مصر. لكن في ناس يعني مش عاوز اقول، لكن في ناس كابتن عصام دايما توجه اصابع الاتهام الى الحكام ويقول لك الحكام بيجاملوا، وخليني اقولها كده، النادي الاهلي. طيب انا بقول لحضرتك الاتهامات اللي بتوجه حضرتك موجود يا استاذ. انا ممكن اجيب لحضرتك شريط عن اخطاء الحكام. تمام كويس. هتلاقي مثلا، هقول لك على الحاجات اللي فاكرها يعني. مثلا كان في ماتش البيراميدز مع الزمالك مثلا، كان حكم من افضل الحكام في اوروبا اللي هو الحكم الايطالي الاوروبي. نعم. عمل خطا كبير جدا اثر على نتيجه المباراه، ان هو طرد لاعب الزمالك وخلى يستحق الطرد، وهذا الطرد اثر على النتيجه. طيب
نرجع لمباراه بيراميدز والانتاج. الحكم اخطا في خطا كبير جدا بانه الغى هدف لبيراميدز كان صحيح 100% حتى ما فيش شبه تسلل بحوالي 7-8 ياردة ما يقعش في حكم مبتدئ حكم اجنبي واخطا. اذا الاخطاء ليك وعليك، يعني هنا اخطا لصالح بيراميدز في ماتش الزمالك واخطا ضد بيراميدز في الانتاج. الانتاج وبيراميدز في الدور الاولاني بيراميدز يتعادل مع الانتاج بهدف من تسلل. يا استاذ احمد كل واحد عاوز الاخطاء لصالحه فقط، كل واحد بيدور لمصلحته فقط. والكلام اللي بيتقال من الناس الكبيره المسؤولين الكبار، وفي مسؤولين انا يعني مش هقول اسماء فيها يعني تدل، مش ممكن دول ناس قدوه يا استاذ احمد. القدوه دايما هو اللي بناخده مثل، اللي بياخده الناس عنده الناشئين والاداريين والناس الكبيره. كابتن عصام حضرتك بتقول لي ان مفيش تعمد وان احنا كحكم ملهوش صالح انه فلان الفريق ده يفوز او ده يفوز، هو بيشتغل بيراضي ضميره، لكن وارد الخطا، وارد الخطا 100% لازم في اخطاء يا استاذ احمد، احنا بشر. انا اسال سؤال يا استاذ احمد، ليه الاتحاد الدولي اخترع تقنيه الفيديو؟ ليه؟ عشان الاخطاء دي، عشان يحاول يقلل من هذه الاخطاء. لكن استخدمت في كاس العالم وكان هناك اخطاء وفرق خرجت من البطوله منهم البرازيل، ورغم ان تقنيه الفار كانت بتستخدم. ليه برضه؟ لان اللي قاعد في الفار حكم بشر هيغلط. احنا امبارح مثلا احد المحللين قال لك اجزم ان جون اللي جه في الاهلي جون سليم، رغم ان هو غلطان، لان احنا سالنا الفيفا والاتحاد الافريقي وناس في الاتحاد الاسيوي ان الجون تسلل. اذا حتى البشر اللي بيحلل الصوره وهو قاعد في التكييف ممكن يغلط، ممكن لكفاءته بقى الفنيه، ممكن لفهمه للقانون، واصل بيبقى جزء من الثانيه، جزء من الثانيه. برافو عليك، غلطه جزء من الثانيه يعني بالظبط. لكن في تربص يا استاذ احمد، في تربص. كابتن، كابتن عصام رحت فين؟ كابتن عصام رحت فين؟ اتحركت من مكان؟ يا كابتن عصام